صباح الخير سلمى. يسعد صباحك نور. اشتقنا لك الاسبوع الماضي ما كنا. يسعد صباحك وان شاء الله كل صباحاتك خير وبركه وراحه بال. بدنا نصبح على جميع مشاهدي الاخباريه السوريه من ما كنتوا عم تتابعونا. رحله صباحيه جديده عم نبتديها اليوم معكم فيها محطات عديده من دمشق واكيد للمحافظات السوريه حصه دائما برحلاتنا الصباحيه، لكن مع بدايه كل نهار كيف بنبلش نهارنا بشويه ابتسامه وشوي من الامل انه هالنهار يحملكم الخير والبركه وراحة البال ورزق الكتير والانفراج يا رب على كل الناس. آمين يا رب. نور أكيد بدي صبح عليك عن جديد وصبح على كل مشاهدينا يلي عم بيتابعونا. طبعا اليوم حسب الأرصاد الجوية هو الأعلى بالذروة، فمشان هيك كل اللي بده يطلع من بيته يدير باله قدر المستطاع لبس الألوان الفاتحة، أنينة مي معنا إذا بنقدر، طاقية شمسية أي شيء لحتى ونبعد عن ساعات الذروة اللي هي طبعا الساعة 4 مو الساعة 1 ولا 2، هي الساعة 4 ساعة الذروة. وأكيد ألف مبروك لكل يلي نشحوا بالتاسع من الصبح بكير نور. نحن عم نقرأ النتائج العلامات للناس اللي عم بيباركوا لأولادهم ولقرايبينهم، فألف مبروك لكل يلي نجحوا الطلاب. وبدنا نقول يعني ضمن الظروف اللي عم نعيشها فعليا عم يقوموا الطلاب السوريين بمجهود كتير كبير. بنعرف نحن عم نعيش بظروف اقتصادية مادية صعبة، وحتى أبسط الخدمات يعني نحن للأسف مو حاصلين عليها، وخصوصا الكهرباء. يعني هن عم يدرسوا ضمن الإمكانيات، لهيك بدي أقول مبروك لزوزو لقرايبي جمع علامات عالية 290، بيقول له ألف مبروك وإن شاء الله هيك نشوفه أحلى دكتور. آمين يا رب. ألف مبروك له، أكيد ألف مبروك لكل الناس اللي أولادها نجحت اليوم بالتاسع، واللي ما قدر فهي معنا نهاية الكون، بيقدر يعيد مرة تانية، وحتى لو ما جمع مجموعة عام بيقدر يقدم حرة، المهم أنه هي مرحلة من المراحل الدراسية. محطاتنا رح تبلش بعد الفاصل. هلا سلمى بتقلى مادتنا التاليه رح نحكي فيها عن ماء الورد. يمكن ما في بيت سوري ما بيخلى من ماء الورد، قديش فعليا هي له فوائد كثير كبيره ان كان على البشره وان كان في فيتامينات. فعليا يمكن كلياتنا عندنا بالبيت هيك علبه ماء ورد صغيره. صحيح، ويمكن يعني اهل البيت بيستخدموه بكثير استخدامات، صبايا بحبوه للبشره، احيانا بيحطوه كانوا بالاكل بعض الاكل بعض الحلويات المحلاي وهدول القصص. اكيد خلينا نتابع معك ومع المشاهدين فوائد ماء الورد بالتقرير التالي. يستخلص ماء الورد بالاساس من بتلات الورود المختلفه، بحيث تنتج منها زيوت نقيه بصوره طبيعيه وصالحه للاستخدام البشري. الفوائد الصحيه لماء الورد: يساعد على التئام الجروح من خلال خصائصه المضادة للالتهابات والمساعدة على بقاء جرح نظيف. يعد من المضادات للالتهابات الجلدية كالإكزيما. مساعد هام على الاسترخاء، فهو مهدئ ومريح للأعصاب. يساعد ماء الورد في الحد من مشكلة حب الشباب وإزالة الزيوت الزائدة من الوجه. يساهم في تنشيط الدورة الدموية ويمنع التعب والإجهاد. يقي من تشكل الحصى في الكلى، لا سيما عند مزجه وشربه بطريقة منتظمة. كمان نور رح نروح لمجموعة من المعلومات الغريبة والجديدة اللي بنتعرف عليها مثل العادة بهل تعلم. خلينا نتابع سوا. هل تعلم أن الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات مع ارتفاع نسبة السكر في الدم قد تساهم في حب الشباب؟ هل تعلم أن الأكل الصحيح يمكن أن يحمي الذاكرة؟ وقد وجدت الدراسات أن الأشخاص الذين يتبعون الوجبات الغذائية الصحية هم أقل عرضة للإصابة بالخرف ومرض الألزهايمر. هل تعلم على الرغم من زعم البعض بأن تناول الشاي من أهم مسببات اصفرار الأسنان، إلا أنه في الحقيقة يحتوي على الفلورايد المستخدم في صناعة معجون الأسنان؟ هل تعلم إن كنت تعاني من مشكلة الحموضة فإن تناول الترمس المطحون خير علاج؟ وأخيراً، هل تعلم أن الأطفال والمراهقين الذين يتناولون الوجبات السريعة 3 مرات في الأسبوع هم أكثر عرضة للإصابة بالأكزيما، وهي حالة جلدية تؤدي إلى ظهور بقع متهيجة من الجلد الملتهب والحكة؟
أما هلأ سلمى بننتقل لا محطتنا الأولى لليوم. رح نحكي عن موضوع كتير مهم، يعني بما أنه كنا عم نحكي عن نتائج التاسع والبكالوريا بنعرف قديش هيدا الموضوع مصيري. كتير من الطلاب يمكن بيحتاروا اليوم شو الاختيار، أي فرع ممكن يدخلوا عليه، شو الاختصاص اللي لازم فعلياً الفرع كان علمي ولا أدبي. أحياناً الاختيار بيكون من قبل الأهل وهي مشكلة أخرى. قديش ممكن اليوم فعلياً فينا نساعد الطلاب لفعلياً يختاروا الاختيار المناسب لإلهم، الفرع المناسب لإلهم، لأنه فعلياً في كتير ناس دخلت اختصاصات ما كملت فيها لأنه هي ما بتحس حالها منتمية إلى أو بتحبها. تماماً، وهذا اللي بدنا نحكي عنه نور اليوم. الاختصاص الأكاديمي هو مو بس أنه أنا عم بختص بشهادة معينة باختصاص معين، لا، هذا الاختصاص بده يغير مسار حياتك بالمستقبل، بده يرسم أنت شو ممكن تشتغل بعدين. لهيك أنا بختار الشيء اللي أنا فعلاً بيناسبني وميولي، حتى لو كان مو أعلى علامات، يعني حتى لو أنا جايب علامات أعلى مو هذا هو المعيار، المهم أنه أنا كون ناجح ومبدع فيه. وخصوصا بفترة الحرب شفنا نحن بحاجة لكتير من الاختصاصات اللي الناس كانت تعتبرها أنه هي مانا مهمة، ولكن للأسف هي طلعت أهم بكتير من الاختصاصات اللي الناس متعودة أنه هي تدفش أولادها مثل ما بيقولوا لتروح عليها. خلينا نعرف طبعا مفترق الطرق والاختيار الصعب بين رغبات الأهل وبين احتياجات الواقع وبين أنت ماذا تريد. كل هذا رح نتعرف عليه مع ضيفنا لليوم، طبعا اختصاصي بالتنمية البشرية الأستاذ محمد سليم الكسم. أهلا وسهلا فيك ويسعد صباحك. يسعد صباحكم، احتراماتي، مقدمة رائعة جدا، الله يعطيكم ألف عافية. يسعد صباحك. عم نحكي موضوع يمكن كلياتنا مرقنا فيه وما زال الطلاب عم يمرقوا فيه بشكل مستمر، هو اختيار الفرع المناسب أو الاختصاص المناسب بناء على أنت شو بتحب أو رغبة الأهل. يعني في كتير يعني هلأ فعلياً مع نتائج البكالوريا في ناس كتير بسمع مثلاً والله مجموعة حرام لازم يسجل طب، يعني حرام هذا المجموع يروح على الفاضي، يعني ما راح يروح على الفاضي. في ناس بيسجل حرام تسجل طب أصلاً، حرام يعني هي عملية تبادلية. وفي ناس بتلاقي بتسجل فعلياً بناء على رغبة الأهل وبتلاقيها منا حابة هيدا الاختصاص 100%. فخلينا نحكي قديش مهم اليوم نختار الاختصاص أو الفرع اللي بنحبه أكاديمياً فعلياً أقدر أنا حس حالي عم حقق شيء. يعني بعد 12 سنة دراسة بالمدرسة اليوم قديش فيني اختار الفرع اللي بيناسبني؟ خلينا نحكي تجربتنا. خلال 7 سنين احنا شكلنا فريق من 2016، طبعا شفنا هي المشكلة كثير أساسية. انا من خلال جولتي انا بدرب بكل الجامعات تقريبا دمشق، فشكلنا فريق من كل الجامعات. طبعا كانت المشكلة انه التعريف عن تخصصات جامعية كان يكون محاضرات، فانا لا اعرف تخصصي اللي بدي اياه، فبدي استنى تقريبا 16 ساعة او 18 ساعة احضر كثير محاضرات. فعملنا فكرة كثير لذيذة انه احنا جبنا كل التخصصات جمعناهم بمكان واحد وعملنا اوبن داي. بفوت الطالب بيلاقي 47 طاولة فيها 47 تخصص جامعي، نعم، وراها طلاب موجودين بيشرحوا له للطالب مثل ما حضرتكم حكيتوا، مو بس بيشرحوا له قديش شو علاماته وشو التخصص وشو المهارات المطلوبة، لا، بيشرحوا له شو التخصصات الفرعية اللي بقلب التخصص، المجالات اللي حيشتغل فيها بعدين، المنح المتاحة، إذا ضليت بالبلد شو ممكن تشتغل هون أعمال حرة، شو ممكن تشتغل أعمال حكومية، شو ممكن تشتغل إذا سافرت أنت، شو المنح المتاحة أو شو الفرص المتاحة لك، بحيث أنه الطالب يبني تصور كامل عن هذا الموضوع. طبعا كان كثير الوضع لذيذ. الحلو انه نحن بلشنا شوي شوي يجينا اهل، فيجينا اهل المشكله تفضلتوا فيها حضراتكم، صار يجي الاهل مع الطالب يسمع عن الفرع. والاحلى انه احيانا الاهل بيستلموا الحكي، فبيسالوا عن الافرع هنن، بيسالوا شو ممكن يطالع هذا. طبعا مو بس بيحكوا عن موضوع الماده، عن المكان الاجتماعي، بيحكوا عن موضوع الراحه. هي الفكره الاساسيه على بساطتها، نعم، نحن معتمدين مو المحاضرات التلقينيه، طبعا معتمدين نحن الشيء التفاعلي، لما طالب بيعرف طالب ممكن يشرح له بشكل اقوى وشكل افضل عن شو هو بيهمه. فاللذيذ جدا انه نحن ممكن يجاوبوه قبل ما يسال، لانه هو بيعرفوا احتياجهم. والحلو كثير طبعا انه في كثير ناس بتلاقي مسكرين العلامه مثل ما بيقولوا، يعني بيطلع لهم طب بشري وطحشه، ومع ذلك بتلاقي، يعني هلا انا قاعد مع شاب كنت من يومين مسكر العلامه، تمام، مسكر العلامه، عبد المجيد شو بدك تفوت؟ قال لي استاذ ما بعرف. هذا انسان رائع جدا. طبعا هذا ما مو شخص، هي منظومة أهل ومنظومة تربية ومنظومة مجتمع، لأنه نحن بنعرف إذا سكر العلامة خلص مبروك أهلين صار دكتور. حد حضراتكم باركتوا لبعض إنه إن شاء الله بنشوفه دكتور. لا، ما بدي إن شاء الله نشوفه دكتور، إن شاء الله بنشوفه الأرنة اللي هو بيحلم فيها، الأرنة اللي هو بيحبها. لأنه سبحان الله لما أنا باخذ أرنة بس على علامة وبس لأنه المجتمع هيك بده، مثل ما تفضلتي تماما،
حيفوت حيقدم رح ينجح بس ما حيبدع ما حيكون عنده شغف. فكثير نحن يعني ما منفرق احيانا بنقول طالب بوره ماشي وممتاز وعلاماته اولى علاماته اولى بس نحن بدنا شيء اكثر من العلامات الاولى وهذا الشيء الحمد لله اللي عم نشوفه بجامعه دمشق. هلا كثير بتلاقي بالجامعات طبعا الجامعات الخاصه والعامه عم تلاقي طلاب حقيقه مبدعين موجودين بسوريا ضمن هالظروف كلها. المعارض اللي عم نحضرها لما بتشوفي اختراعات مذهله بتشوفي طلاب انه هدول عن جد عنا يعني هذا شيء عن جد شيء يفتخر وشيء يحترم. طبعا طالب البكالوريا متى ما فات بحس حاله ضايع بكل شيء. فنحن عملنا له يعني مثل بيقولوا فقرات. اول فقره صار اساسي السوشيال ميديا. فنحن بنعمل على السوشيال ميديا 30 يوم يعني هلا تقريبا نحن بعد 4-5 ايام بنبلش بننشر مقالات عن كل تخصص جامعي. التخصص الجامعي كاملا تعريف كامل فيه على الفيسبوك تمام. ومو بس هيك بنحط الطلاب بنعمل لهم يعني بنحط 3 أو 4 طلاب موجودين انه هدول بهذا التخصص هن اللي كاتبين هذا المقال حابب تسالهم شيء اسالهم بالتعليقات عشان تعرف تجربتهم. والحمد لله بهالست سنين يعني بالسبع سنين احلى شغله صارت انه 70% من متطوعينا هن مستفيدين يعني فاتوا عندنا بكالوريات وخلصوا. في مين منهم اشتغل بسوق العمل يعني مثلا بالصيدله نحن بنجيب صيدلانيه عم تشتغل كانت معنا بكالوريا وتخرجت صيدله وعم تشتغل بسوق العمل. بنحاول نجيب حدا ثالثه او رابعه هذا خبير بالفرع مثل ما بيقولوا وبناخذ حدا سنه ثانيه هذا شغوف لسه بالفرع. بنحاول اهم شغله ما نسوق للفرع ما نحسنه ما نجمله وما نسوقه يعني في كثير من الناس بيكون كرهان فرعه متضايق منه فممكن ينزل من قيمته. في حدا كثير حابب فرعه بصير بيسوق له الفرع انه تعالوا لعنا لا عطوا الطالب بدون اي يعني بدون اي راي شخصي خليه هو يختار حقيقه. صرنا نضيف لهذا الموضوع بعد سنتين صرنا نضيف انه نحن في شيء اسمه الحياه الجامعيه في فرق تطوعيه الحمد لله عبت البلد الشباب حركة الجامعيه حركه رهيبه جدا تقريبا بكل تخصص جامعي في فريقين وثلاثه واربعه شيء محاضرات وشيء خدمه مجتمعيه. صرنا نعرف الطلاب لما يفوتوا وين هن هذا يعني شو في فرق جامعيه تمام بحيث انه انتم تفوتوا على الفرق الجامعيه تعرفوا الحياه الجامعيه. صرنا نعمل لهم محاضرات عن طبعا في اكثر من جامعه تعاونت معنا مشكورين. بعد البكالوريا يلي اختاروا هذا الفرع يروحوا على الجامعه يشوفوا المختبرات يشوفوا يعني هون مثلا كليه الطب الدكتوره آلاء الشيخ الله يعطيها العافيه كانت شايله الحزب الثانيه جبنا الطلاب فتلناهم طلاب بكالوريا سماهات وجامعه طبعا طلعوا لهم طب او طلعوا لهم صيدله فشافوا المخابر شافوا المحاضرات شافوا الجو كيف بيصير شافوا كيف البيئه. طبعا كان لنا كثير شركاء جمعيه التميز الله يعطيها العافيه اكثر من 25 شريك بهالست سنين يعني مشان ما نذكر حدا وننسى حدا. اللذيذ كان جدا انه الطالب يخبرنا هو شو كان بده وشو بعدين طلع. يعني انا بتذكر اختين توم تمام فاتوا لعنا وحده اختارت ميكانيك وحده اختارت طب اسنان مع انه الاختين توم والجايبين علامات متقاربه تمام. طبعا التنتين ابدعوا والتنتين ما شاء الله حولهم وكثير قصص نجاح. هي قصص النجاح نحن الحمد لله يعني بنحاول دائما نراعيها. بنحاول بعد ما يفوت على الجامعه نكون معه يعني ارشاد او نتابع معه بحيث انه شو بدك شو بصير معك. طبعا حتى السنه الماضيه سوينا ابلكيشن يعني ابلكيشن بفوت الطالب بيلاقي المجمعات كلها بيكبس المجمع اللي بده اياه بيختار الكليه اللي بده اياها بيعرف عن الكليه كلها ممكن يكبس فبيروح على فيسبوك تمام. طبعا يمكن لهلا ما قلنا شو اسم المشروع اسمه يوني لينك يعني يونيفرسيتي لينك. نحن فريق لينك تمام هو فريق من كل الجامعات شباب موجودين. ف المعرض طبعا تقريبا بيصير بين 1/9 و 20/9 يعني قبل المفاضله بشوي لما بعد المفاضله بيصير في معارض. احنا بنحاول يعني مثل ما بيقولوا نروح للاراني. يعني السنه الماضيه سوينا 7 معارض سوينا بالميدان مرتين سوينا بدوما سوينا بالجبه سوينا بالبرامكه فسوينا باكثر من مكان بحيث انه نحن شو نساوي نوصل عند الطالب. الطالب دائما بتلاقي بيسال مره وتنتين وثلاثه. اللطيف انه نحن يعني انا دربت الشباب الجامعيين انه جيب اغراضك جيب فوت الطالب على جو التخصص. يعني طب الاسنان بيجيبوا اغراض طب الاسنان فبيفتحوا عياده بقلب المعرض. الطلاب مثلا الهندسه المدنيه بيجيبوا معهم عواميد وبيجيبوا تراب وبيجيبوا شمينتو بقلب على قلب الطاوله. فكثير مهم انه انا فوت الطالب على هذا الجو. الشيء اللي كثير بيهملوه الطلاب
في ممكن نحن نحاول نضوي عليه مهارات معينة بتكون غافلة عليها العالم. يعني مثلا أنت بدك تفوت طب أسنان، أنت بتعرف إنه طب الأسنان بدأ قوة هون، لأنه في دقة، بدأ دقة، بدأ قوة، فيها فن، فيها طب الأسنان بده فن، أي طب الأسنان كثير بده فن. مثلا الموضوع الفلاني أنت بدك تفوت ميكانيك، بتعرف إنه الميكانيك فيه رسم، بتعرف إنه الميكانيك فيه تمام فيه خيال. هي المهارات اللي بيطلبك الفرع بنحاول نحن كثير نضوي عليها. هذا كثير يعني بتلاقي سبحان الله ماله مضوي عليه بشكل أساسي. طبعا كثير مشاريع موجودة، الكل عم يساوي هذا الشيء. طلاب البكالوريا السنة الماضية في أكثر من 22 مشروع مخصص لطلاب البكالوريا، كان كل مشروع أروع من الثاني حقيقة. الكل بيقلنا يعني بيفوت لعندك بار إنه يا ريت كان هذا الحكي على زماننا، يا ريت كان هذا لك على دورنا. تمام، لما أنا بفوت وبلاقي هذا الموضوع بتلاقي الطالب عم جايب أهله وجاي. تمام، الحلو إنه بتلاقي بيحضر معنا معرض واثنين وثلاثة. ليش؟ والله ما سألت عن كل التخصصات، لأنه عنا 47 تخصص جامعي. طبعاً عم نحكي جامعات خاصة وعامة، العدد فلكي، العدد كبير، تخصصاتنا مذهلة حقيقة. الفرص المتاحة عن جد ما بيتخيل الواحد. في شيء لازم يتضوى عليه كثير، يعني مثلاً كلية العلوم الصحية اللي بلشت مؤخراً نتخرج عليها، أنه بالله عنا نحن نطوق وعنا علاج فيزيائي وعنا كذا. تمام، بتلاقي العالم أنه ما عنده فكرة، ما عنده فكرة. صحيح، ما عنده فكرة. أنا لما ممكن إذا دخلت كيمياء، أنت فيك تختص كيمياء وفيك تكمل صيدلي، فأنت ما عندهم فكرة العالم شو ارتباطات الأفرع ببعضها. فكتير حتى من الطلاب اللي جايبين علامات منخفضة ما عندهم فكرة شو ممكن يفوت معهد مشان يكمل جامعة. صحيح، فنحن منغطي فكرة المعاهد. يعني نحاول نعمل معاهد، دائما طاولات للمعاهد كلها، بحيث انه الطالب ما يعني مثل بيقولوا يفوت ما يخطر له سؤال الا يلاقي اجابته. ويمكن هذا الشيء كثير مهم بهذا الوقت. ونحن من اوائل يمكن البرامج اللي ضوينا على الفكره. نعم، من لما بلشت المبادره. نعم، من اكثر من 6 سنين كنا مع بعض، من اكثر من 6 سنين. نعم، حتى الان. فلما بنشوف مثل ما شفنا هلا وحضرتك عم تحكي، كنا عم نشوف مقاطع. نعم، صور وبرومو للشباب والصبايا بالمعرض، وقدي في هاي الحالة التفاعلية اللي حضرتك حكيت عنها. دائما في جزء مهم كتير اللي هو دعم الأهل بأي شيء، 100% بإن كان بالدراسة. هلأ كنا عم نقول إنه اللي ابنه ما جاب علامة عالية أو ما نجح مو معناته خلص نحن بنحط له السكينة وانتهى، أنت فاشل وخلص اقعد على الزاوية. هذا الشيء هل هو موجود ضمن طبعا الكورسات اللي بتعملوها، ضمن هاي الورشات؟ قدي مهم كمان يكون في جزء للأهل خاص، إنه أنت كيف تدعم ابنك بالطريق الصحيح. نحن عنا ورشة كاملة للأهل. تمام، للأهل شلون تتعاملوا مع أولادكم. أول شغلة حتى اللي ما جاب علامات، في كتير طلاب بتفوت بتكون جايبة علامة برأيي أنه أنا جايب علامة على الحد أو علامة نجاح، شو بدي أعمل فيها؟ شو بدي أعمل فيها؟ تمام، المعاهد حقيقة أحيانا عم تكون للطالب أحسن من الجامعة. والمعهد سنتين وبتفوت على سوق العمل. تماما، يعني سنتين بتفوت على سوق العمل، والسنتين لما عم يكونوا سنتين، فالرهيب بالمعاهد وحقيقة معاهدنا شيء يفتخر حقيقة. بقول لأي حدا ينزل على المعاهد حيشوف يعني آلات وأدوات وطريقة تعليم تدريبية عن جد شيء مذهل. بسنتين بيطلع الطالب جاهز ليفوت لسوق العمل. يعني طالب المعهد الميكانيك جاهز يشتغل ميكانيك أكثر من طالب الجامعة الميكانيك. هذا الشيء طبعا يمكن مشهور جدا. طبعا دائما أي تخصصات تنقسم لشيء أكاديمي وشيء عملي، كل ما عليت العلامة فهو مؤهل يشتغل أكاديمي أكثر. كل ما عليت الشهادة، عفوا الشهادة لما نوطيت، هو مؤهل يشتغل مهني أكثر. فمهنيا المعهد فرصته بالشغل أكثر من الجامعة. فأنا بدي فوت مثلا بالتعويضات السنية، فرصة التعويضات السنية يشتغل أكثر بكثير من فرصة طالب طب الأسنان. صحيح، كفرصة عمل. تمام، عم نحكي سوق عمل. هذا الخلط بين الناس اللي إنه أنا ما جبت علامة. لو حتى الفكرة السائدة لما أقول شهادة عالية أو واطية، مين بيصنف؟ كلها شهادات أكاديمية. يعني تماماً، حتى لما أقول شهادة وطية معهد، لا، كله يصنف ضمن الشهادة 100% الأكاديمية، ضمن الاختصاصات. 100% يعني هذا متعوب عليه بالشغل وهذا دارس. نعم، وهي كلها ياتي اختصاصات معترف عليها ضمن سوق العمل. بس خلينا نحكي عن نقطة كتير مهمة اليوم من خلال الورشات اللي عم تقوموا فيها. نعم، وذكرت بعض الأمثلة الجميلة خلال حديثك. الناس يعني لما بلشت معكم مع الورشات. نعم، والطلاب، خلينا نحكي عن بعض الأمثلة اللي فعليا قدرت تحدد مستقبلها من خلال الورشات. يعني ذكرت بعض الأمثلة انه في ناس ما كانت بتعرف شو الاختصاص اللي بيناسبها وبلشت معكم وكملت. نعم،
لما لمستوا هيدا الشيء قديش فرق مع الطلاب ومع الاهالي؟ ما بتتخيلي السعاده لما حدا بيبعث لي استاذ انا، يعني انا مثلا طالبه الاعلام اللي هلا معنا حتكون بالاعلام فعم تحاكيني، فقالت لي استاذ انا ما كنت بعرف شو يعني اعلام. انا فت اعلام من ورا، يعني من ورا تعريفكم للاعلام ومن ورا الصبيه اللي كانت بالاعلام. ف انت ما بتتخيلي انا حطيت حدا مثل ما بيقولوا على مساره المهني. صحيح. طبعا كثير الرائع انه حتى الشباب المتطوعين بيجوا لعندي كل سنه، استاذ اكثر من حدا شفناه بالكليه يجي لعنا يسلم علينا يقول انا فتت على هذا الفرع لانه انتم شرحتوا لي اياه بشكل كثير حلو. والاهل كمان، لانه الاهل عنده النظره خلص يعني شهاده علميه علامه تامه فقط. نعم. اختصاص الطب. عرفتوا الاهالي كمان على هلا نحن لذيذ انه بتصور بالبرومو شفتوا في اكثر من الاهالي عم يجوا مع طلابهم، لما بتكون اوبن داي فالاهل متاح يسالوا، الاهل متاح يكونوا موجودين. طبعا عملنا ورشتين للاهالي. تمام. الرائع بالاهالي انه هن حابين كثير ياخذوا ابنهم لافضل قرنه. فدائما الطالب لما بيكون توجهه مختلف عن توجه الاهل، نصيحه لا تتصادم مع اهلك. قل لهم ليش. نحن بنحاول نقوي الطالب مع اهله، مش نقويه بس انه لا، ويعني في كثير من انه لا ولازم تدخل اللي بدك اياه. ما بيهم بس تدخل اللي بدك اياه، بيهم تعرف ليش بدك تدخله. فاذا انت بتعرف انا يا بابا انا ما انا بس انا ما بدي فوت طب لانه انا يعني السنه الماضيه كنا في خلاف، شاب جايب علامات الطب ما بده يفوت طب، بده يفوت معلوماتيه، اهله راسهم 60,000 سيف بده يفوتوا طب بشري. تمام، معروف القصه يعني انه تمام. فهو اجى قال لي استاذ انا هيك هيك هيك، والدي بدي تقعد مع والدي. قلت له انا ما حاستفاد شيء من القعده مع والدك، والدك ما حيستفاد شيء. قلت له بتجيبه وبتجي على المعرض، فبتاخذه على كليه الطب، بتاخذه على طاولته التحضيريه وبتاخذه على طاولات الاتمته والحواسيب. الوالد خلصنا قال له سجل اتمته وحواسيب. ابوه عرف انه ابنه توجهه هذا المجال. حتى نحن بنعمل بالمعارض شغله، في استبيان شهير عالمي اسمه هولاند، استبيان الميول، تمام، تحديد ميول الطالب. صحيح. فبيعمل استبيان، بنحاول يعمل الاستبيان فبيعرف شو ميوله، ميول المهنيه. طبعا الاستبيانات الشخصيه هلا بالبكالوريا كثير بتكون، الاستبيانات الشخصيه ليست بالضروره حرفيه 100%. صحيح. وانما هي مؤشرات كنصائح. صحيح. كنصائح. وبالنهايه الطالب سواء كان معك شهاده او ما كان معك شهاده، يعني حطت في كثير طلاب بيكون هو حقيقه مواهبه ومهاراته لا تصلح للدراسه، وانما بسوق العمل هو انسان رائع ومبدع اكثر من حدا شفناه بالبكالوريا رسب ماشي، وبعدين فتح مشروعه الخاص وابدع فيه. تمام، وحتى مجتمعيا هو يحترم بشكل كثير كبير انه هو تمام، فما له نهايه العالم ابدا انه انا مثلا ما جبت علامات. طبعا نحن بنسعى كلياتنا لانه نحسن وضعنا افضل طريقه ممكنه، فنحن بنحاول دائما نضوي على هدول الاشياء كلهم بحيث انه الطالب مرحبا السلام عليكم جبت علامه ايه ما بيأثر. شغله كثير مهمه، اسئله دائما تجينا بالمعرض، كثير طلاب بيجيونا بده يشوف شو بده يشوف شو بيطلع له وبده يقرر يعيد السنه او لا. فهون نحن من دائما بننصحه انه شوف وسجل وكانك ما بدك تعيد البكالوريا. وحضار، لانه في فتره منيحه جيده بين يعني بين ما تبلش بالحره وبين ما وفوت، وحضار، حضار معهدك، حضار كليتك، حضار جامعتك. تمام، لو الفرع انت برايك انه مو هذا فرعي مو هذا، تمام، مثل ما بيقولوا الحب بيجي بعد ما تفوت، بعد ما تمارس. فكثير من الطلاب يبطل يعيد البكالوريا. لما انت بالجامعه ما عجبك الفرع لقيت حالك ايه اوكي ساعتها اوقف دوامك اعمل القصه وبعدين قدم بكالوريا، بس لا تروحوا على حالكم الشهاده. تمام، كثير كثير مهم هذا الموضوع، كثير مهم انا اوسع خياراتي. في قانون اسمه الجيد عدو الافضل، كثير منا بيقول هذا الفرع انا عجبني. عجبك هذا الفرع اتركه على جنب، انزل عرف عن باقي الافرع. يمكن في فرع احلى بكثير من الفرع اللي انت حاطه ببالك. لانه معظمنا خياراته للفرع هي خيارات ضيقه جدا. انا بحب خالي اللي كان ياخذنا سيارين، فخالي بيشتغل مهندس عماره فبدي فوت هندسه عماره. انت يا حبيبي ما بتحب هندسه العماره، انت بتحب المشاوير اللي كان ياخذك خالك عليها. كثير فرقوا بهي النقطه، فرقوا بين الحب وبين الحاله المهنيه. انت بدك تفوت حاله مهنيه ما بدك تحب اشخاص. كثير بنربط نحن التخصص الجامعي بالاشخاص اللي بنحبهم. انا عمتي صيدلانيه كانت كثير، تلاقي بالعائله مثلا اربع محامين تماماً، ست صيادله، العائلات هيك بتلاقي العائلات بشكل عام مهنه تتوارث. طبعا هو ماله شيء صحي جدا، يعني حتى اذا كانت العائله دائما في القاعده الشهيره القاعده رفق رغبه وفرصه وقدره. فانا رغبتي الشخصيه ايه حلوه، بس في شيء اسمه الفرصه. الفرصه هو كل ما كانت العائله بمهنه معينه
فانت فرصتك اعلى بسوق العمل. فاللي عيلته اعلاميين ممكن يشتغل اعلامي اكثر، اللي عيلته محامين ممكن يشتغل محامي اكثر. وشيء صحي جدا، يعني الناس كثير تنتقد انه والله كل العيله اطباء، كل العيله اطباء، وين المشكله؟ كثير جميل هذا الكلام، بالعكس اقوى واحسن. طيب قبل ما نختم حديثنا اليوم، خلينا نحكي شوي كمان عن المهارات الشخصية اللي يجب تنميتها عند طالب البكالوريا اللي بده يدخل على الجامعة، كمان المتطلبات المتخصصة والمختلفة اللي عم نشوفها حالياً. هلأ ما عادت الأفرع مثل ما كانت سابقاً، فمثل ما قلت حضرتك لازم يعرف هل هو مؤهل لكل هذا الفرع اللي بده يفوته بكل شيء أو لا. 100% كتير مهم يعرف تفاصيل للفرع، لأنه كل كلية فيها اختصاصات بالثالثة، تمام؟ هاي التخصصات كتير مهم يعرفها من هلأ، تمام؟ عشان ما يتفاجأ بعدين يقول ما كنت عامل بحسابي هيك. إنه أنت يا حبيبي فايت عمارة، العمارة مو بس رسم، بتعرف إنه العمارة الله يعينهم ما بيناموا لما بدهم يسجلوا، تماماً. أنت بدك تفوت طب أسنان، أنت بتعرف إنك تجيب مرضى وتشتغل عليهم وعندك دم وشغل وقيم وحط، أنت بدك تفوت محاماة، بتعرف ان انت كمحاماه وقفتك على رجليك فتره طويله جدا وعندك تدريب. ففي هي التفاصيل الصغيره، المهارات الشخصيه او خليني اقول القدرات، لهذا اللي كنا عم نقوله رغبه وفرصه وقدره. القدره كثير مهمه تعرف قدراتك لهذا الفرع قبل ما تفوته، ما بس انا حبيته، ما بس انا عجبني، انا عندي قدره عليه ولا ما عندي قدره عليه. اذا اجتمعوا هدول الثلاثه رغبه وفرصه وقدره بيطلع شغله كثير حلوه. كثير مهم تعرفوا اليوم، واللي كثير في عندك قدره تجرب. النصيحة اليوم طالب البكالوريا، أنت حطيت ثلاث أفرع ببالك، حاول تنزل تنغمس بسوق العمل فيهم. تتخيل حالك بعد 20 سنة، أنا بدي فوت معهد هندسي، طيب روح على مكتب هندسي وشوفهم شو بيساوي. أنت بدك تفوت ميكانيك، روح على مكتب ميكانيك أو روح على حوش بلاس ونزل في مهندسين ميكانيك كثير، شوفهم شو بيساوي شو بيشتغلوا. والله طلع بالميكانيك في شحم وزيت و... يا حبيبي إيه في شحم وزيت وفي شغل في... فإذا ما كان عنده تصور انه هو مسار مهني، صحيح. اذا الناس تعاملت مع الموضوع على انه بس حياه جامعيه، حيكون بصراحه الاختيار جدا صعب. جدا مربك، جدا مربك. لا تتعاملوا مع اختيار البكالوريا انه اختيار حياه جامعيه، لا هو اختيار المسار المهني. واي شيء طلع لك، يعني كثير بيقولوا انه مثلا الميكانيك ما بيناسب البنت، مين قال لك الميكانيك ما بيناسب البنت؟ بالميكانيك في شيء اسمه رسم، في شيء اسمه دراسات، في شيء اسمه تدريس. والله انا كصبيه ما بيناسبني هندسه اليات ثقيله، مين قال لك ما بيناسبك هندسه اليات ثقيله؟ عم يشتغلوا كل شيء هلا تماما. البنات موجودين، يعني صبايا كليه الهمك ابداعهم رهيب، ابداعهم رهيب. ليش؟ بتلاقي والله شاغلين شغلات، قال انه لانه الفرع على اساس ما بيقبله وعنده قدره الا الذكور، لا مو صح. بقلب الفرع نفسه في شيء هيك وفي شيء هيك. والله فنون جميله ما بيناسب الشاب، مين قال لك؟ النحت بده شباب، صحيح. يعني فكل فرع بيناسب الكل، ما في فرع جيد وفرع سيء. في بقلب الفرع شلون انت حسب مهاراتك الشخصيه ممكن تفوت بتفاصيله وتفريعاته، صحيح. وان شاء الله الكل بيلاقي، يعني زي ما بيقولوا الشيء اللي هو بيتمنى أكيد. فيه وبيحلم فيه. وبالنهايه الموضوع توفيق توفيق توفيق، يعني لا تزعل شو ما طلع لك، لا تزعل اللي هذا، هي القصه توفيق أكيد. وكله ميسر اللي ما خلق اكيد يعني انت بتعمل اللي عليك والاخير يمكن بالنتيجه بتحصد 100%. هو عملك ويمكن المبادره هدفها كثير نبيل. قديش مهم اليوم اطلاع الطلاب على اختيارات ضمن امكانياتهم، شو اللي هن بيناسب هي الامكانيات، بعيدا عن شو بيحبوا الاهل وبعيدا حتى عن العلامات شو بتاهلهم. نشكرك بالختام، شكرا كثير. شكر لك. لكم تحياتي، تحياتي. شكرا لك ولكل المعلومات اللي قدمتها. يسعد صباحكم احتراما. أما هلأ نور صار الوقت لننتقل إلى غرفة الأخبار لنطلع على آخر المستجدات على الساحة السياسية محليا عربيا وعالميا مع زميلتي شيرين مصطفى. صباح الخير شيرين. صباح الخير سلمى. صباح الخير نور. مشاهدينا موجز لأهم وآخر الأنباء بعد هذا الفاصل.
أهلا بكم. التقت السيدة الأولى أسماء الأسد مع السيدة مريم بنت عيسى أرزيجالي عضو مجلس الدولة العمانية. السيدة أسماء الأسد اعتبرت أن الجسر الاجتماعي والإنساني بين الدول هو الأكثر متانة في العلاقات بينها، وأن ما قدمته سلطنة عمان لسوريا في مواجهة أثار الكارثة التي تسبب بها الزلزال يستحق التقدير والشكر، مشيرة إلى أن القيم المشتركة الأخلاقية والثقافية والفكرية التي تجمع سوريا وعمان لا تقل أهمية عما يجمعهما على المستوى السياسي، وأن الحفاظ على هذه المشتركات هي مسؤولية كبيرة على مستوى المؤسسات والأفراد. السيدة مريم زجالي أكدت أن زيارتها لسوريا تحمل معاني تنموية وثقافية وإنسانية، مؤكدة ضرورة التعاون بين سوريا وعمان في المجالات التنموية والصحية، لاسيما في مواجهة مرض السرطان، وكذلك تبادل الخبرات على مستوى المؤسسات المعنية. واعتبرت أن ما يجمع سوريا وسلطنة عمان يفوق السياسة والعلاقات الدبلوماسية إلى العلاقات الأخوية التي تظهر دائما لدى الشعبين السوري والعماني. أصدرت وزارة التربية نتائج امتحانات التعليم الأساسي والإعدادي الشرعية للعام الدراسي 2022-2023، وبين وزير التربية الدكتور دارم طباع أن نسبة النجاح في شهادة التعليم الأساسي بلغت 77.11%، بينما بلغت نسبة النجاح في الإعدادية الشرعية 92.98%. وأكدت الوزارة أنه تم إعداد النتائج بكل دقة وموضوعية من خلال جهود متواصلة قام بها العاملون في الوزارة، وتم إصدار النتائج بواسطة شبكة التربية للمعلومات في كل المحافظات ولبعض المدارس التي ترتبط مع الشبكة. أعلن نائب مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة ديمتري بليونسكي أن سلطات نظام كييف استخدمت منشآت الموانئ ومخازن الحبوب لأغراض عسكرية تحت غطاء صفقة البحر الأسود. وقال بليونسكي خلال خطابه في اجتماع لمجلس الأمن الدولي إن مقطع فيديو نشره الأوكرانيون أنفسهم على الشبكات الاجتماعية تظهر انفجار ذخيرة عسكرية تحت ستار صفقة البحر الأسود. ختام الموجز، والآن عودة إليك سلمى. شكرا لك شيري من غرفة الأخبار، ويسعد صباحكم عن جديد مشاهدينا ومستمرين بمحطات صباحنا غير. أكيد سلمى، عم نحكي كنا تحت الهواء عن موضوع كتير مهم وشائع، وصلنا اليوم لمحطتنا الطبية عن التقرحات اللي ممكن تصيب الفم، إن كان الفم، اللسان، الشفة. كتير منا يمكن بيعاني من هي التقرحات، تكرارها، حدوثها، أسبابها، طرق العلاج والمشكلة. يمكن الخيار الاتجاه للطبيب أو الاستشارة الطبية هي ضمن آخر الخيارات. بتلاقي الناس نوعا ما بتلاقي بتعمل بعض الخلطات لهي التقرحات داخل التم، تتداوى يعني نصائح كتير سمعتها. صحيح. عسل، توت شامي، مي وملح، شو بدك كمان، دبس رمان، كل شيء ممكن يخطر على بالك جربته من وسائل. حتى وصلت في بعض انواع الادويه اللي هي انه بتفكي الدواء وبتحطي مكان التقرح. تماما، يعني جربت كل انواع الخلطات. هلا رح نحكي عنه بشكل موسع ورح نلاقي الجواب الصحيح لهي الاستشاره الطبيه اللي كثير منا يمكن مرق بهي الحالات، وحالات متكرره عم تصير، مع الدكتوره عبير الجوجو رئيسه قسم صحه الفم في كليه طب الاسنان بجامعه دمشق. يسعد صباحك واهلا وسهلا فيكي. صباح الخير، يعطيكم الف صباح الخير دكتوره، واهلا وسهلا فيكي. بدايه خلينا نعرف الناس بشكل عام شو هي تقرحات الفم، او اللي بتتعدد اسماء، في ناس بتقول عنها أفت، في ناس بتقول عنها قلاع، فهي شو بالأساس؟ صباح الخير والله يعطيكم العافية. بصراحة موضوع القلاع أو قرحات الفم هو موضوع فعلا موضع جدل، موضع نقاش كبير. ليش؟ لأنه هو حالة شائعة، حالة مرضية. صحيح. كثيرة التواتر، يعني بعد نخر الأسنان وألم الأسنان هو أكثر شكوى بيراجعنا فيها المرضى على العيادات السمية. طيب شو هي قرحات الفم؟ نحن بنعرف أنه باطن الفم المخاطية الفموية مغطاة ببشرة، هاي البشرة وظيفتها الحماية. طب هاي البشرة إذا زالت أو انقطعت استمراريتها بتشكل عندي قرحة، معناتها صارت النسج اللي أسفل منها عم تتعرض للهواء، للجراثيم، لأي مخرج كيميائي، المشروبات، الأطعمة، وهي النسج هي فيها أعصاب، فحيصير في ألم. فإذا قرحات الفم ألم، تعني الألم. طيب
بشكل عام قرحات الفم الناس بتصطلحها تسميتها الافت او القلع، كله بيقول لك طالع لي قلع، علما انه قرحات الفم ممكن يكون لها اسباب متنوعه، ممكن تكون اسبابها انتانيه جرثوميه فيروسيه او التهابيه ذاتيه مثل القلع اللي حنحكي عنه. فاذا هو شكوى شائعه بسبب الالم، المريض فعلا بيعاني من حاله، وخاصه اذا كانت هي ممكن يطلع بشكل هجمه قرحات متعدده بتشمل كامل الفم او اللسان واحيانا منطقه البلعوم، تكون مؤلمة مزعجة للمريض، بتعيق الكلام، بتعيق البلع، بتعيق الطعام. بالحالات الشديدة حتى المريض يكون غير قادر حتى على شرب الماء. صحيح. وإذا كانت لأعمار صغيرة صايب الأطفال، الأطفال هن عرضة للتجفاف بس قطع الطعام والشراب بتكون بساعتها بتشكل حالة خطيرة. طيب شو هو هذا القلع أو قرحات الفم؟ القلع بحد ذاته الآفت، الآفت هو مرض يسمى مرض التهابي ذاتي. معناتها شو يعني مرض التهابي ذاتي؟ معناتها أنا بجيناتي، بالجينات تبعي عندي استعداد للإصابة بهذا المرض. هدول الأمراض هن تصنيفنا الأمراض ما لهم سبب محدد معصح، وإنما مجموعة من العوامل المؤهبة أو التي تكون قاضحة لها الإصابة. وهون بقى بتسمع المرضى اللي بيعانوا منه لهذا المرض بيقول لك أنه أنا والله على الضغط النفسي، على ستريس، على الامتحانات، لما بكون متضايق بيطلع لي القلع. ففي مجموعة من العوامل اللي ممكن تقدح الإصابة، الضغط النفسي، حساسية تجاه بعض الأطعمة، وهذا طائفة واسعة من أحيانا الحد في ناس ممكن لك الحد، ممكن لك البندورة بيشكو منها، أي مادة حامضة مثلا، أدوية، معجون الأسنان بيقول لك استخدمت معجون أسنان جديد بعدين طلع لي قلاع كتير. فهي حسب طبيعة الجسم. فإذا في مجموعة من الردود ممكن الواحد يعض، شفته عض بسيط بعدين بيطلع له قرحة قلاعية مؤلمة وكبيرة وبتستمر بالفم مزعجة للمريض لعدة أيام. هلأ القلاع مثل ما عم نقول هو شكوى شائعة موجودة ومنتشرة وبتصيب مجموعة كبيرة من البشر، يعني أقل تقدير بالدراسات العالمية حول العالم بيقول لك 20% من البشر، يعني خمس البشرية مصابة بالقلاع. وبيدرجوه مثل ما حكينا ضمن الأمراض الالتهابية الذاتية أو المناعية الذاتية إذا صح التعبير. ولكن لحسن الحظ هلأ هو مرض التهابي مؤلم، ولكن معظم الحالات بتكون تصنف حسب شدة الإصابة بتكون حالات بسيطة. يعني بيقول لك بيطلع لي أنا آفت أو قلع بضل 4-5 أيام، ممكن طبق المعالجات البسيطة المنزلية مثل مي وملح، مثل التوت الشامي، مثل طبقها بيقول لك على القرحة فصحت أو خف ألمها أو ارتحت عليها. طبعا هي المعالجات اللي نسميها نحن معالجات شعبية أو منزلية، هي شو بتعمل؟ تكوي القرحة. لما أنا كويت سطحة للقرحة فبيخف الألم والحرق، أما هو ليس علاج. صحيح. طيب نحن عم نقول هو مرض التهابي ذاتي وما في سبب محدد، وأنا مجموعة من العوامل المؤهبة للإصابة، وبالتالي لا يوجد علاج شافي. وهو يندرج ضمن أمراض أنه مناعية ذاتية. شو معنات مناعية ذاتية؟ يعني الجسم هو عم يهاجم ذاته. نحن كيف بتتشكل القرحة القلاعية؟ الخلايا المناعية اللمفاوية اللي بالجسم اللي موجودة تحت البشرة تفرز سموم بهذا المكان، بيحل البشرة، بيقتل الخلايا البشرية وبتتشكل هذه القرحة. ومو بس هيك، بتبقى هالخلايا المناعية اللي هي كريات دم بيضاء طبيعية موجودة بالمكان ووظيفتها أنها تحمي الجسم، لسبب أو لآخر هي فقدت الذاكرة تبعها وعم تهاجم الخلايا البشرية، تبقى بالمكان وبتفرز وسائط لتحفز العملية الالتهابية وتمنع الشفاء. لذلك بيقول لك في قرحات أنه بتضل عندي 10 أيام 14 يوم وممكن أكثر، وخاصة إذا أخذت هالقرحات أحجام كبيرة. فهي آليتها، لذلك بيقول لك هو اضطراب مناعي وليس نقص بالمناعة. وهذا هون مصطلح كتير مهم، كتير من الأطباء، أطباء الأسنان وحتى الأطباء العامين بيخطوا بيلك أنه هو نقص بالمناعة. هو ليس مرض نقص بالمناعة وإنما اضطراب بردود الفعل المناعية بالجسم. وتأكيدا على هالموضوع نحن منلاقي أنه القرحات القلاعية بتظهر عند المرضى بعمر العقد الثاني والثالث من العمر، يعني بعد فترة البلوغ بمرحلة الطفولة متأخرة، وبتضل بعمر العشرينات إلى الثلاثينات. بعد عمر الثلاثينات بلش تتراجع، فهي بتصيب الإنسان بفترة ثورة الجهاز المناعي لما تكون مناعتنا قوية وليس بالمناعة المنخفضة. طيب شو الحل لها؟
شو الحل لها؟ الحل لها بما أنها هي حالة التهابية وما في سبب محدد، مضادات الالتهاب، وعلى رأس مضادات الالتهاب ستيرويدية، يعني اللي بيصطلحوا العوام على تسميته الكورتيزون. الكورتيزونات بأنماطها طبعاً نحن عنا صفوف بحسب فعاليتها لهالكورتيزونات، ممكن نستخدمها كورتيزونات عالية الفعالية إذا الإصابة شديدة، قرحات متعددة مؤلمة متكررة بشدة، المريض عم يطلع له بالشهر أكثر من هجمة هجمتين ثلاثة، أو في مرضى بيجونا بدنا والله ما عم يشفى الفم تبعي أنا من القرحات القلعية، ممكن نستخدم ساعتها ستيرويدات عالية الفعالية موضعياً. ممكن نبلش بالموضعي، بخاخات جيل مضامد فموية بتستخدمها بتحسن الحالة دون أي آثار جانبية على تقريبا معظم المرضى. طيب غير المضادات الالتهاب الستيرويدية، مضادات الالتهاب لا ستيرويدية، احنا في عنا مضامد ممكن تكون مضادة للالتهاب نستخدمها لبعض المرضى، في عنا معالجات عشبية، ممكن مستخلصات عشبية من نباتات مضادة للالتهاب للأشخاص اللي عندهم مضاد استطاب لاستخدام الكورتيزونات. أنا ذكرت أول شيء الكورتيزونات لأنه هي الأكثر فعالية بهذا النمط من الأمراض. في عنا معالجات فيزيائية مثل الليزر، الليزر عم يقدم كمان علاج كتير رائع، تسريع للشفاء، إزالة الألم، وخاصة إذا أطفال ما فيكي تعطيهم كورتيزونات والقرحة القلعية تكون عند الطفل كتير مؤلمة. فإذا في مجموعة من العلاجات نحن بنختارها حسب الحالة تبع المريض وعمره ووضعه إذا عنده أمراض عامة. فإذا هو مرض مناعي ذاتي حيستمر لفترة من الزمن ثم بيتراجع لحاله. طيب أنا إمتى بقلق؟ لما أنا عندي قلاع متكرر ناكس بشدة وعندي أعراض عامة. عندي مثلا هذا ممكن أسألك عنه يعني دكتورة، لما نقول أسباب حدوثها مثل ما قلتي هي عدة عوامل ممكن تكون مهيئة، ما في سبب عام واحد، ممكن يكون ذكرتي خلال حديثك مؤشر لمرض آخر، يعني ممكن يكون هو دليل بسبب تكراره الدائم. لأن احنا هون طبية منقول أنه احنا في عنا القرحات القلاعية الآفت، وفي القرحات قلاعية النمط أو مشبهة بالقلاع مظهرها وأعراضها نفسها هي المؤلمة تظهر بالفم، ولكن القرحات المشبهة بالقلاع أو قلاعية النمط ممكن تكون تظاهر فموي لمرض جهازي عام، أمراض هضمية، أمراض دموية، ممكن يكون الأشخاص اللي عندهم سوء بالامتصاص، ممكن اللي عندهم التهابات بالأمعاء، التهاب الكولون القرحي، داء كرون وغيرها من هاي الأمراض الهضمية، ممكن يكون التظاهر الأول أو الأشد هو القرحات القلاعية الفموية. فلما أنا عندي قلاع ناكس بشدة ومؤلم وعم يترافق مع أعراض عامة مثل مغص، آلام بطنية، أي أعراض هضمية مرافقة، أنا لازم استقصي ساعتها. الحالة الثانية، الأمراض الثانية اللي كتير بتترافق مع القلاع وبراجعنا كتير مرضى بها الحالة، الأمراض الدموية وعلى رأسها فقر الدم، العوز الغذائي، عوز فيتامين بي 12 بي 6، عوز الحديد، فقر الدم بعوز الحديد، هدول الأمراض بتحفز القلاع الشديد. يعني المريض بيقول لك أنا بيطلع لي هجمة أكثر من 10 قرحات 5 قرحات بالفم مؤلمة وبتضل 10 أيام مؤلم، يعني فعلا بتأثر على العادات اليومية تبع هذا المريض، بتأثر حتى على نشاطه الاجتماعي فساعتها أنا بقلق وبنطلب نحن من المريض لما في أعراض عامة استشارة هضمية، استشارة دموية، تحاليل دموية لحتى نعرف نحن شو الخلفية لهذا المرض. الجود نيوز إنه مثل ما حكينا الشيء الجيد بالقلاع إنه هو مرض ليس خطير، مزعج، مؤلم، بيشفى لحاله، بيتراجع، المعالجات عرضية وليست نوعية، يعني ما في له دواء شافي، مانو كانسر، ما بيتحول للكانسر أبدا. والنقطة الأهم لأنه كتير بتراجعنا هاي حالات بصير فيها خطأ معدي بالتشخيص، أنه بيقول لك القلاع هو فطر، إصابة فطرية، فنعطين استاتين لهذا المريض لحتى أو أي مضادات فطرية. هو ليس آفة فطرية، هو مرض مناعي ذاتي التهابي، ممكن تحفزه مجموعة من العوامل. طيب دكتورة كتير في ناس بتسأل بتقلك هل هو معدي؟ يعني أنه مثلا الشخص اللي عنده آفت أو قلاع بتمه ما يقرب على مثلا أو يأكل أو يستخدم أدوات أو أي شيء، فهل هو معدي أو لا؟ أبدا هو غير معدي، هو ليس مرض إنتاني وغير معدي. هلا ممكن يختلط على البعض احيانا انه نحن الفم مثل ما عم حكينا بيتعرض لمجموعه من القرحات، في قرحات انتانيه اللي بترافق مثلا اصابه بالهيربس الحلق وشكلها للقرحات هي قلاعيه تشبه القلاع، ولكن بتصيب مثلا اماكن محدده مثل قبه الحنك، لسه المريض، مو مثل القلاع، القلاع بيحب بطن اللسان، قاع الفم، باطن الشفتين، باطن الخدين، البلعوم بيحبهم أكثر، هو يعني هذا المكان المفضل له، فهذا ممكن أنه يساعدنا للتفريق بيناته. والله جربت كل الأنواع بيحب كل الحلوة.
أكيد بالختام نشكرك دكتورة عبير الجوجو على وجودك معنا وعلى كل المعلومات القيمة اللي حكينا عنها. شكرا كثير لك. شكرا لكم. شكرا لك دكتورة. نهاركم سعيد. ويمكن هذا أول مرة نحصل على هذا الوصف الكامل والشامل لكل الأسباب ولكل شيء. يعني أنا من المرضى اللي بينصابوا بالقلاع يمكن هي أول مرة بسمع هذا الشرح الكامل. شكرا لك ولوجودك معنا. شكراً. اما هلا رح نروح لطرطوس. طبعا اجتهاد ومثابره كانت الخطوات الواثقه للطالب كريم ناظم صالح اللي حقق مجموع كامل بالشهاده الثانويه. تفاصيل اوفى عن قصه النجاح بتقرير مراسلنا محمد حسن من طرطوس. بعد اعوام متتاليه من الاجتهاد والمثابره حقق الطالب كريم ناظم صالح من مدينة طرطوس العلامة الكاملة في الشهادة الثانوية الفرع العلمي ليكون واحدا من 8 طلاب حققوا المجموع الكامل في المحافظة. الحمد لله كان يعني الله فضل علينا كثير والحمد لله هالشيء ما كنت رح أوصل له لولا مساعدة أهلي وأخي ولولا مساعدة الأساتذة والكادر التدريسي كله اللي ساعدني بالمدرسة وبالحصص. الحمد لله قدرت نظم وقت كتير منيح وحطيت برنامج وما كنت اتبع نظام حدا تاني، كنت ماشي لحالي بالشي اللي بيناسبني وبيناسب قدراتي. كان في ضغط كتير وتعب بس ما كان بالأخير يعني مثل أي سنة بدها تمشي والحمد لله وصلنا لهون بالنتائج اللي أنا كنت حاطة ببالي. وبالأخير مو هي العلامة أكيد العلامة التامة هي علامة كتير حلوة بس أي علامة عالية كانت رح تبسطني لأنه فعلا أنه أنا طابت مشان كل جزء فيها. وبتمنى لأي حدا بينظم وقته وبيشتغل منيح وبيحط باله هدف أنه يوصل لهذا الشيء لأنه فعلا الفرحة كتير كتير حلوة وفي لحظات ما بتنعاد الحياة. تفوق كريم لم يأتي إلا من حرصه على التميز بتحصيله العلمي وبمتابعة والديه وأخيه خطوة بخطوة. هي ثاني مرة نحن بسرعنا بالبيت هذا الموضوع نفسه. تفوقوا هني بالتاسع والبكالوريا كانوا نفس السنة والسنة كان كريم بكالوريا وتقريبا أنا كنت متوقع النتيجة. يعني بصراحة كنت متوقع أنه يعني كل لحظات العمر اللي بيعيشها الواحد كوم وفرحة النجاح كوم تاني. يعني أنا ما بدي أحكي بس يمكن لحظة النتيجة كانت مثل لحظة ولادتهم نفس الفرحة. يعني أنه يجيب العلامة التامة ما كتير بتصير بس بتلبق له يعني كان بيستاهله. وكانت هيك عايشين رعب انه يجيبها ما بيجيبها لانه هو اصلا قبل جايبه. صعب كان الموضوع بس الحمد لله ألف مرة يعني عمل لك فرحة ما بتشبه شيء. يعني اعطاني فرحة قد عمري كله وتعب تعب كتير حبيب عمري يعني الحمد لله. الحمد لله ألف مرة. التفوق تبع كريم كان شيء كتير استثنائي خصوصي بهالظروف الصعبة. الواحد بيحتاج أي شيء يفرحه فكيف شيء مميز بهالطريقة وشيء ما بيتكرر كل يوم شيء فعلا استثنائي. هذا أكتر شيء ممكن يوصف الموضوع. كريم تعب وتعب على مدى 12 سنة مو تعب سنة وسنتين. يعني كان تعبه تراكمي وكان بيستاهل هذا الشيء. بإصرار كبير نال كريم العلامة التامة متوجا مسيرته الدراسية على أن يكون هذا التفوق منطلقا نحو مستقبل زاهر له ولكافة الطلاب المتفوقين. محمد حسن، الإخبارية السورية، طرطوس. أما هلأ سلمى بننتقل لمحطتنا التالية. مجال واسع من الأبحاث والمشاريع تشهد عليها كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية. كثير من الطلاب بيقدموا أبحاث ومشاريع كانوا ضمن استديو صباحنا غير ضيوف. حكينا عن هاي المشاريع وأهميتها قديش ممكن تكون لحلول لكثير من المشاكل اليوم اللي عم نعيشها ضمن واقعنا خلال سنوات الحرب العشرة. وكثير طلاب فعليا بنعتز وبنفتخر بأبحاث ومشاريع كبيرة. صحيح نور. تعتبر طبعا كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية بأقسامها المختلفة ومجالاتها العلمية من المؤسسات التعليمية الجدا هامة اللي لها بصمة واضحة في رفد القطاع الصناعي بكوادر علمية متخصصة من أصحاب الأبحاث العلمية التي تساهم في عملية التطوير وبمجالات مختلفة. لنعرف ونتعرف بشكل أوسع على أبرز الأقسام والمجالات بسرنا طبعا اليوم يكون معنا الدكتور مصطفى
عزوري نائب عميد كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية. صباح الخير صباح دكتور واهلا وسهلا فيك. شكرا على الاستضافة. اهلا وسهلا صباحك واهلا وسهلا فيك. وفعليا صباحنا غير استديو صباحنا غير شاهد على كثير من الطلاب المجتهدين اللي كانوا خريجين كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية. خلينا نحكي عن هاي الكلية اختصاصاتها، يعني لما نقول كلية هندسة ميكانيكية وكهربائية ضمن يعني مجال واسع من الاختصاصات، خلينا نحكي أهم هاي الاختصاصات أو كلها. تمام. الحقيقة الكلية تضم في مكوناتها 9 أقسام من أقسام علمية وقسم علوم أساسية بخدم جميع الأقسام الباقية. الاختصاصات العلمية أو الأقسام العلمية هن قسم الميكانيك العام، قسم التصميم والإنتاج، قسم الآليات، في عندنا قسم العلوم الأساسية اللي بيخدم الجميع، قسم الطاقة الكهربائية، قسم الاتصالات وقسم الحواسيب، قسم الغزل والنسيج وقسم الهندسة الطبية. التنوع هذا من الاختصاصات بين الكهرباء والميكانيك بيعطي للكلية صفة يعني هندسية تكنولوجية، ممكن أن تقدم خدمات في مجال الطاقة وفي مجال الصناعة أيضا. وبتعرفي حاليا يعني الطاقة والصناعة هن عصب التكنولوجيا، عصب التقدم الصناعي بأي بلد من البلدان. حاليا نحن يعني بكل الأقسام بالأقسام الثمانية أو الأقسام التسعة اللي عندنا عدينا خطة درسية لكل الأقسام، بما بحيث أنه الخريج من الكلية مهندس الخريج يمكن أن ينخرط في سوق العمل مباشرة سواء في قطاع الكهرباء أو في قطاع الميكانيك. إضافة للأقسام هاي في عندنا المخابر تابعة للأقسام حوالي 90 مخبر 88 إلى 90 مخبر بيخدموا الخطة الدرسية، بيخدموا المحاضرات النظرية، بيدخل الطالب عبر برنامج محدد بيتخرج بالنهاية عنده فكرة عن الموضوع الأكاديمي النظري وأيضا عن التطبيق العملي للمواد اللي مر فيها. نحن بصراحة يعني بعد ما يتخرج الطالب في عنده مشروع تخرج بالسنة الخامسة، أولينا اهتمام لمشاريع السنة الخامسة، صرنا هلا تعملوا لهم معارض السادس. نعم. نحن يعني دائما كل سنة بيكون عندنا طلاب متفوقين من المعارض، عملنا لهم يعني مثل فعالية معارض. هلا السنة هاي الموسم السادس للمعرض، الطالب بالسنة الخامسة بإمكانه يعرض إنتاجه العلمي، إنتاجه الأكاديمي، التطبيقي، الهندسة بهالمعارض هاي. المعرض الماضي كان في عندنا بحدود 170 مشروع تخرج من أقسام الكلية وأقسام الكليات الثانية من الجامعات الحكومية والجامعات الخاصة. ويمكن هذا اللي بدنا نتوقف عنده. نحن اليوم شفنا كثير أبحاث ومشاريع لطلاب كانت يعني تطوير لآليات موجودة على أرض الواقع، إن كان مشاريع ضمن معامل وضمن أفكار جدا مهمة، وخصوصا عم تحاكي بعض المشاكل الموجودة حاليا بواقعنا اليوم. قدي فينا نقول كل طلاب الهندسة الميكانيكية والكهربائية هن معدين جاهزين للانخراط في سوق العمل إذا فينا نقول؟ هلأ حسب الخطة الدرسية الموجودة والمخابر الموجودة يعني في أقسام غير أقسام ولا كله نفس الشيء؟ كل الأقسام فينا نعد الطالب لحدود 60-70%، ما بدي لكم بيطلع كامل مع 100%. لما بده ينخرط بسوق العمل، بسوق العمل بيكون المسألة اللي بده يشتغل فيها أو المكان اللي بده يشتغل فيه مسألة مخصصة خصوصية إلى خصوصيتها يعني، فهو لازم يرجع للأمور الأكاديمية اللي أخذها عنا بالكلية، لازم يتقدم له تدريب لا يقل عن شهر شهرين لبين ما يتأقلم مع المسألة أو المكان اللي بده يشتغل فيه، بعدين نحن بنعتبره جاهز. يعني نحن في عنا بنقول 60-70% خريجنا جاهز، والدليل أنه لما عم يطلعوا للدول لبرا يعني عم يطلعوا برا سوريا يعني، فالخريج السوري دائما مستقطب. صحيح مستقطب. صحيح. عنده رصيد علمي كويس، الرصيد العلمي هذا بده تدريب فترة زمنية محددة حتى يتأقلم مباشرة مع المكان اللي بده يشتغل فيه أو خط الإنتاج اللي بده يشتغل عليه. موضوع تأقلم الخريج مع سوق العمل الحقيقة في جانب شخصي، يعني في طلاب بيميلوا للجانب الأكاديمي غير الجانب التطبيقي أو العمل بسوق العمل. فلذلك الخريجين الكلية عندنا هون نحن في عندنا مجالين، يا أما نعطيه شهادته كإجازة جامعية بيطلع سوق العمل مباشرة، أو فاسحين له مجال أنه يتابع أكاديميا. يعني الكلية عندنا بتمنح
شهادات ماجستير وشهادات دكتوراه. بامكانه اذا ما عنده ميول صناعيه، ما عنده ميول يشتغل بالقطاع الصناعي خارج الجامعه، بامكانه يبقى عندنا بالجامعه ويتابع دراساته العليا وياخذ شهاده ماجستير، ياخذ شهاده دكتوراه، ممكن يرجع لعنا كتغذيه رجعيه للكليه كعضو هيئه تدريسيه او يساعدنا بالمخابر. يعني في خيارات واسعة صحيح. نعم. دكتور مصطفى، خلينا نحكي عن جزئية مهمة وهي المعرض اللي بتقوموا فيه سنويا للمشاريع التخرج، وقديش مهم فعليا هي المشاريع تناسب يمكن الواقع اللي نحن عم نعيش، الدعم والرعاية للطلاب، لأنه نحن بنعرف قديش القطاع الصناعي بحاجة لهدول الطلاب اليوم، لأنه فينا حاجة كتير كبيرة ضمن سوق العمل، وقديش بتم رعايته واستثماره اليوم، لأنه نحن فعليا استضفنا خلال رحلاتنا الصباحية عدد من الطلاب وكان إلى مشاريع مهمة وإلى وقع خاص على الواقع الحالي، يعني بتفيد ضمن القطاع الصناعي وفينا نقول بالمستقبل بتفيد الاقتصاد الوطني. تماما. نحن بالسنة الخامسة بداية العام الخامس للطالب بنوجههم انه ينتقوا مشاريع التخرج، عناوين لمشاريع التخرج، ونحن بنحفز الطالب انه يكون المشروع تبعه تطبيقي، له تطبيقات بالصناعه، وعندنا كادر مؤهل لانه ينجز هيك مشاريع يعني، وبالتالي تنجز المشاريع لنهايه العام الدراسي. هلا نحن بالثامن او التاسع بعد الامتحان الفصل الثاني يتم انتقاء المشاريع المميزه من كل الاقسام ومنحطهم بمعرض المشاريع. الحقيقه معرض المشاريع كان صله وصل قويه بين الجامعه وبين المجتمع. من المعرض الاول صار الاهتمام يزيد عام عن عام بالمشاريع اللي تنجز بالكليه، واجانا عده اطراف من غرفه الصناعه ومن قطاعات انتاجيه ثانيه يتبنوا هالمشاريع هاي، وحتصير يعني خطوه مستقبليه كخط انتاج او منتج يمكن الاستفاده منه. المشكله اللي عم نعانيها ليست في المشروع او فكره المشروع او من يتبنى المشروع، يعني في عنا جهات عديده بتتبنى مشاريع. المشكله اللي عم نعاني منها انه طالب السنه الخامسه بينجز المشروع تبعه، بنفقده بعد شهرين ثلاثه ما عاد بنلاقيه، بضل المشروع لحاله قاعد بالكليه وبدون راعي للمشروع اللي انجز المشروع، ما عم نلاقيه، يا اما انخرط بسوق العمل ما عاد يعطينا وقت نهائيا، او سافر خارج القطر، يعني كمان ما بتعرف، يعني احنا ما عم نقدر نلزمه انه يتابع معنا. حاليا في خطط، في عم نفكر بمواضيع انه نقدر مشاريع التخرج هاي تتبنى، يعني يتم تبنيها من بدايه السنه الخامسه. صحيح. على اساس انه الطالب مباشره بعد انجاز المشروع تبعه يلاقي فرصه عمل عند الجهه اللي بدها تتبنى المشروع، ونقدر نلاقي له نوع من الاستقرار يتابع بالمشروع ليصير يعني على الواقع العملي منتج او خط انتاج يمكن الاستفاده منه. يمكن هي فكره جدا مهمه ونحن بحاجتها، ودائما كنا نقول انه كل جهه اليوم تجد من نفسها انه قادره انه هي تدعم الشباب، تدعم مشاريعهم وتقدم لهم الامكانيات المناسبه، فهي الربحانه، لانه بالنهايه عم تاخذ عقل مبدع ومطور. نعم. وعم ناخذ خدمات يمكن برا بيبحثوا عليها لحتى يلاقوها، لهيك اهميه المؤتمرات يمكن ضمن هاي الخطه اللي عم تشتغلوا عليها. تماما. المعرض المشاريع عم يجي تتويج لاعمال طلاب السنه الخامسه، يعني طلاب دراسات الاولى. نحن في عنا كم هائل من طلاب دراسات عليا، بحدود 600 او 800 طالب دراسات عليا بين ماجستير ودكتوراه. الابحاث اللي تنجز في مجال الدراسات العليا كمان حبينا نحن نفسح لهم مجال نبين الابحاث تبعنا للقطاعات الثانيه اللي ممكن انه تستفيد من الابحاث هي. فكانت فكره المؤتمرات، بالمؤتمرات ممكن انه نحن نطرح افكارنا كابحاث دراسات عليا، وايضا يمكن الاستفاده من ابحاث الدراسات العليا عم تتقدم من الجهات الاخرى، من جهات خارجيه، من الجامعات الثانيه، من فعاليات خارج الكليه. فبهالمؤتمرات هاي بصير تفاعل بين الحاضرين المؤتمر، بين المحاضرين بالمؤتمرات، بنقدر نطلع على افكار جديده. هالافكار هاي ممكن انه نحن نرجع نغزل الخطه الدرسيه فيها للطالب، ممكن نطور الخطه الدرسيه تبعنا، ممكن نستفيد من افكار ان نقدر نطور المخابر. فكان يعني موضوع المؤتمرات جاب نتائج
هذا اللي بدي اسالك عنه يعني المؤتمرات قديش مهمه اليوم المؤتمرات العلميه للاستفاده منها؟ يعني نحن عم نحكي عن خبرات مشتركه تواصل مشترك، قديش مهم فعليا لتطوير فينا نقول مهارات الطلاب والمختبرات، ونعرف قديش هي الكليه مهمه اليوم لسوق العمل وضمن الامكانيات الموجوده. هي يعني نقطه كثير مهمه، نحن علينا حصار اقتصادي فحتى الامكانيات موجوده محدوده بس الطلاب عم يقبلوا، لكن ضمن الامكانيات احنا عم نتحرك صحيح. يعني هي الامكانيات مع تبادل خبرات للمؤتمرات العلميه المستمره قديش فعليا بتفيد الطلاب بكليه الهندسه الميكانيكيه والكهربائيه؟ الحقيقه يعني تغير وضع الكليه بعد ما بدانا موضوع معارض مشاريع التخرج من 5 سنوات والسنه الموسم السادس عم نحضره كمان هلا بالشهر العاشر رح يصير. السنه الماضيه كان عندنا مؤتمر واحد في مجال الهندسه الطبيه في مؤتمر الدوله، والعام اللي نحن فيه حاليا كان في مؤتمرين، مؤتمر الهندسه الطبيه ومؤتمر الطاقات المتجدده. الحقيقه مؤتمر الطاقات المتجدده كان مؤتمر يعني ما بدي اقول لك انه على مستوى كبير كثير، ولكن جاب نتائج كثير جيده. كان في تواصل ما بين الجامعه وما بين شركات القطاع العام التي تعمل في مجال الطاقات المتجدده او تهتم بمجال الطاقات المتجدده، وزاره الكهرباء والوزارات الثانيه، وجبنا نتائج ايجابيه بهالتواصل هذا. المؤتمرات او ورشات العمل بتقدر تعطي للطالب زخم علمي كبير صحيح عملي بجوز ما كان هو اخذه بالكليه. يعني احنا بالمناهج صح بنحط خطه درسيه بس بجوز ما نقدر نغطي كل الثغرات الموجوده بعلم محدد. فلذلك المؤتمرات بتسد لنا الثغرات هي، ممكن توعينا على امور نحن ما لنا مثلا اخذين الاهتمام كثير، فنحن بناخذ هالملاحظات هي، بناخذ الافكار الجديده هي، بنرجع بنحطها بالخطه الدرسيه تبعنا، بنرجع بنحطها بمناهج المخابر، بنرجع بناخذ منها افكار ابحاث دراسات عليا نتبناها كمشاريع ماجستير ومشاريع دكتوراه، يكون في تشاركيه بينه وبين القطاع العام او قطاعات الدوليه الاخرى. اكيد يعني معلومات مهمه جدا وجهد كبير، بنتمنى هالجهد لسه يستمر اكثر ويكون عم نشوف نتاجه المثمر نحن سنويا، ونتمنى التوفيق لكل الشباب والخريجين. شكرا كثير لك. شكرا لك، شكرا للاستضافه. شكرا لك، واكيد نتمنى التوفيق لكل الطلاب، يعطيهم الف عافيه. شكرا كثير لك. شكرا. أما هلا وين ننتقل؟ بدنا نروح على البيوت العربية. يمكن بموسم الصيف بنبلش بنشوف كتير من البيوت العربية اللي بتحوي على العريشة، طبعا العريشة اللي بيطلع منها ورق العنب واللي بيطلع منها العنب كمان صحيح. خلال فصل الصيف، والتين والأكادينيا وغيرها كتير من الفواكه الموسمية المميزة. خلينا نتعرف على فوائدها بالتقرير التالي. فصل الصيف هو أكثر فصول العام تميز على الرغم من حرارته المرتفعة، لذلك يتميز بأنواع معينة من الفاكهة التي تعوض ما يفقده الجسم من سوائل خلال فترة النهار، وأيضاً الغنية بالعديد من المعادن والفيتامينات التي تزيد من مناعة الجسم لمقاومة فيروس كورونا. فما هي الفاكهة الصيفية وما أبرز فوائدها؟ المشمش أحد الفواكه الصيفية التي تظهر لمدة لا تتجاوز الشهر، وهو مصدر هام للفيتامينات وخاصة ألف وباء، وهما يمتلكان القدرة على تعويض نصف حاجة الجسم من الفيتامينات. الكرز وهو أحد أكثر الفواكه الصحية المناسبة لمرضى السكري، نظراً لأنه يحتوي على 6% فقط من السكر، ويحتوي على نسبة كبيرة من المعادن والأملاح والفيتامينات كالفيتامين B12. التين وهو واحد من الفواكه التي تمد الجسم بالطاقة، فهو يحتوي على نسبة عالية من السكر، كما أنه غني بالفيتامينات والمعادن التي يحتاجها الجسم لأداء وظائفه، من بينها الحديد، الفوسفور، المنغنيز والبوتاسيوم. البطيخ وهو أحد أهم الفاكهة الصيفية التي يحتوي على نسبة كبيرة من المياه، الألياف، الأملاح والبوتاسيوم، إضافة إلى ارتفاع معدلات الفيتامين A و B، لذلك فهو يمتلك القدرة على إرواء العطش، وهو يعمل أيضاً على مساعدة الدماغ في أداء وظائفه بسبب غناه بالفيتامين B. أما
هلا سلمى بننتقل لمحطتنا الاخيره لليوم. يمكن الابتسامه بتعمل فرق بحياه اي شخص. صحيح. فكيف اذا كان هذا الشخص هو طفل بحاجه لحضن وحنان واهتمام ورعايه، خصوصا اذا كان مريض؟ بنعرف قديش ممكن بلفته صغيره، ببعض النشاطات الترفيهيه، ببعض الافعال يمكن المضحكه للطفل، بترسم له ابتسامه وبتحسسه انه ناس حاسه فيه، بتعمل له فرق فعليا بمرضه وبتخفف عنه شده المرض. صحيح نور، وهي الابتسامه اللي عم تحكي عنها هي كانت من الاهداف الاساسيه ل طبعا اليسار، المؤسسه اللي تسعى دائما لتقديم كل انواع الرعايه من دعم نفسي وعلاج وفعاليات كثيره. من سنين طويله بدات بهي الرحله مع اطفال السرطان، وعم تقدم لهم مجالات متنوعه لحتى تخفف عنهم الامهم وتساعدهم على تخطي المراحل الصعبه للوصول للشفاء باذن الله تعالى. طبعا اليوم رح نتعرف اكثر على النشاطات اللي عم تقوم فيها طبعا مؤسسه اليسار، وبيسرنا يشاركنا صباحنا لليوم ضيفتنا غنى نجاتي، وهي عضو مجلس امناء ومسؤوله برنامج الدعم النفسي في مؤسسه اليسار لعلاج ورعايه اطفال السرطان. اهلا وسهلا فيكي. يسعد صباحكم. اهلا وسهلا فيكي. اكيد يمكن هدف كثير نبيل عم تقوم في مؤسسه اليسار. بالبدايه خلينا نحكي عن الدعم النفسي ضمن المؤسسة الذي يقدم للأطفال المرضى، أنواعه وكيف عم يتم هيدا الدعم، وفعلياً قديش بيأثر؟ يعني الشخص فينا نقول الكبير الواعي المتزن نفسياً أساساً بحاجة لدعم نفسي، فكيف الطفل المريض اليوم؟ هلأ بالحقيقة أحد أهداف مؤسستنا كان أنه نحن ما بس نركز على الجانب الاجتماعي والجانب الغذائي والجانب الطبي، نركز على الجانب النفسي. وأنا كدكتورة بالصحة النفسية بعرف كتير قديش العلاقة وطيدة بين المناعة النفسية وبين المناعة العضوية. صحيح. فالإنسان بس يكون حاسس حاله متقبل نفسياً لمرضه أكثر، متقبل للعلاج أكثر، متكيف مع الحالة وعرفان مراحله، وحاسس بوجود أشخاص مشاركين وجدانياً له، حاسس بوجود أشخاص عم ينتمي لهم عاطفيا، هذا الشيء بيخلي رحلة العلاج أقل ألما، ما حنقول خالية من الألم حتى نحن نكون يعني واقعيين. فبرنامج الدعم النفسي اللي نحن حبينا نعتمد عليه هو قائم على إعادة دمج الطفل بالمجتمع، لأنه طفل السرطان بحكم المرض المؤلم اللي هو بيعاني منه، سواء كان عم يعالجه عن طريق الأشعة أو الجراحة أو الجرعات، هذا الشيء بيخلي الطفل يكون بغصب عنه بعدم إرادته مبعد عن المجتمع، يعني معزول عن المجتمع، بيضطر يغيب عن المدرسة، بيضطر يترك حارته ويقعد بالمشفى لفترة، بيضطر يبعد عن أسرته. فهذا العزل الاجتماعي عن الطفل بينعكس سلبيا على صحته النفسية، وبالتالي بينعكس كمان على استقلاب جسمه وتقبله للجرعة الدوائية. لذلك كان أحد أهم الأهداف أنه نحن إعادة دمجه لإله بقلب المجتمع حتى أثناء العلاج، ما يحس حاله أنه هو بعيد عن رفقاته، ما يحس حاله هو بعيد عن المجتمع، ما يحس أنه والله فاته شيء مناسبة. نحاول دائما نحن نعمل تعويض نفسي عن المناسبات يلي ممكن تكون مرأة، سواء كانت عيد، سواء كانت راس سنة، سواء كانت نجاحهم بالمدرسة، عيد ميلاد، نحاول دائما كل هدول المناسبات حتى لو كان بقلب المشفى نحن نجي لعنده، نحن نلم حالنا ونروح لعنده منه. بالنسبة للدعم النفسي بدي أقول أنه أنا مختصة بالعلاج المعرفي السلوكي الكوجنيتيف بيهيفير ثيرابي، اللي هو قائم على تغيير الأفكار. أنا كنت مفكرة هذا العلاج هو فعال بس فقط مع الكبار، لكن اكتشفت أنه هو كمان فعال مع صغار الأطفال. كتير عند الطفل أفق معرفي أنك أنت تشرحي له شو معناته أنه أنت إذا فكرت بشيء أنت حتجذب هي الفكرة. كان من زمان يعتقدوا أنه هذا العلاج المعرفي السلوكي هو فقط فعال مع الراشدين. أنا جربت استعملته مع أطفال السرطان ولقيت فيه منه نتيجة، أنه نحن وقت بنفكر أنه بدنا نطيب نحن فعلا عم نساعد جسمنا أنه يطيب. أنا فعلا وقت بغير أفكاري أنا بساعد على أنه غير هالة الطاقة النفسية اللي أنا عم حس فيها، فبالتالي غير الأتموسفير كلياته يلي هو حوالي. بدي أقول كمان أنه بصراحة يعني أنا اكتشفت أنه أهم دافع للطفل حتى هو فعلا يحس انه مدعوم نفسيا ويحس انه هو متقبل من غيره، انه هو نحن نشرك اهله بنوعيه العلاج
اللي نحن عم نعمله. يعني أنا ما بيكفي بس أقدم العلاج النفسي لإله لحاله، لا، لإخواته، لأمه وأبوه، للراعيين لإله، لأنه مرض السرطان من كتر ماله هو مؤلم وبشع، هو مو بس يعني خلايا سرطانية متشعبة بجسمه للطفل، كمان هي متشعبة بالنسق الأسري، عم بيأثر على أمه، عم بيأثر على شغل أبوه، عم بيأثر على وقت إخواته. فنحن لازم يكون يعني علاجنا جمعي شامل لإلهم، وهذا الشيء اللي نحن اعتمدنا عليه بالمحور الأساسي بالدعم النفسي بمؤسسة اليسار لعلاج ودعم أطفال أكيد. السرطان. أكيد. طيب خلينا نحكي كمان جزء من الدعم النفسي أو دعم الحالة النفسية للأطفال، هي تقبل المرض والتعايش معه لحتى يقدر بالنهاية. يمكن بنشوف كتير أطفال بيطلعوا على حواليهم أنه أنا مثلا إذا بلشت ببعض أنواع العلاج فقدت شعري، شكلي تغير، وخصوصا البنات الصغار بيكون شوي مؤثر عليهم هذا الموضوع. كيف الكبار؟ الكبار بيتأثروا، فما بالك بقى بالطفل. كيف عم تحاولوا تدعمون من هي بهذا الجانب إذا فينا نقول؟ هلا خليني أقول أول شيء أنه الطفل عنده مرونة نفسية أعلى وأقوى بكثير من الراشدين. هي النقطة اللي أنا دائما بشرحها للأهل. بيجي لعندي كثير أهل بيقولوا لي أنه طلع التشخيص أنه في كانسر، قل له لأبني ولا ما قل له؟ قل له أنه مثلا في دودة صغيرة ببطنك وبدها تروح، وما أنا دائما بقول لهم لا، ما بيصير أنتوا تقللوا من ذكاء الطفل، لأنه الطفل ذكي كتير. طب هو موجود بمشفى مكتوب عليه لعلاج الأورام، كيف أنت عم تقليله أنت بس معك مغص مثلا؟ يعني هو وقت حياخد الجرعة مثل ما حضرتك ذكرتي من السايد إفكت إجباري بده ممكن يهر شعره، طب كيف أنا بدي أقله ليش عم بيهر شعرك؟ يعني فمفروض أنا أحكي معه على مستوى المعرفي والإدراكي اللي بيناسبه، بس تكون واقعية وإيجابية بنفس الوقت. يعني أنا أقول له أنه ماما طلع نحنا معنا سرطان، بس الحمد لله طلع ببدايته ونسب شفائه كتير عالية، وفي كتير أشخاص أصيبوا فيه بنفس عمرك وكملوا دراستهم وشفيوا منه وكبروا وحكيوا لأولادهم شو صار معهم. دائما نربط التجارب الناجحة بحياة الطفل بقصص من الواقع. ممكن ورجيه صور لأشخاص على اليوتيوب مثل قصي اليوسف، مثل في كتير مشاهير أصيبت بالسرطان وتم شفائها. هي كلها ياتا بتساعد الطفل أنه يعرف أنه أنا هذا المرض اللي معي نهايته هي أنه الشفاء بإذن الله، إذا أنا التزمت بالجرعات وإذا أنا سمعت كلام الدكتور وإذا أنا فعلا درت بالي على صحتي. غير هيك بقى وقت أنت بتكوني مأهلتي نفسيا أنه رح يهر شعرك ما بيخاف، اما فجاه ينام يلاقي شعره عم المخده، هي بالنسبه له راح تكون يعني صدمة نفسيه كبيره. اما انا اقول له راح يهر شعرك بس راح يطلع احلى، راح اجيب لك انا زيت بيطلع الشعر كثيف اكثر، راح يطلع شعرك انه ناعم اكثر وجميل اكثر، ولبين ما يطلع شعرك انا حجيب لك شيء. هلا نحن عندنا شيء بالمؤسسه، انا قلت لهم انه اقوى داعم نفسي طلعت هي البيروك، يعني صحيح بصراحه يعني ما في شيء كان عم يرسم الابتسامه على وش ملائكتنا بمؤسسه اليسار مثل وقت انا بجي بقول لهم انه شو رايكم لبين ما يطلع شعركم انا اجيب لكم شعر طبيعي. والحمد لله هذا الشيء بسبب تضافر مجموعة من الجهات معنا الداعمة لأطفالنا، وشعر طبيعي وليس صناعي، قدرنا نأمن لكل طفل وطفلة فقدوا شعرهم بيروك طبيعي. هو بيحب يحطه ما بيحب يحطه، غالبا بالشتاء بيحبوا يحطوه لأنه بيدفي كمان بيبسطوا فيه. فهي كانت كتير شيء داعم أساسي له، لأنه اختلاف الطفل عن باقي أقرانه بيحسسه أنه هن أحسن منه. وقت هو بيطلع بيلاقي انه رفيقتي بالمدرسه عم تمشط شعراتها، انا ما عندي شعر مشطه، اما لا حتى لو كان بيروك عم يحطه عم يروح فيه على المدرسه عم يرتاح نفسيا اكثر، وعم يطمن انه مثلي مثلهم انا ما فارق عنهم بشيء تماما. فالبيروك الطبيعي عن جد ما له هو، يعني في ناس بيقولوا لي هي كلها فتره كم شهر باعتبار الطفل خلايا فتيه وبيرجع بيطلع له شعر، لا لا انا مع انه نحن نساعد الطفل انه نحسسه انه قدر الامكان ما في شيء بحياتك رح يتغير الا اذا انت موافق على هذا التغيير. وللامانه مثل ما ذكرتي الموضوع حساس عند الفتيات اكثر من الصبيان. الصبيان ممكن يقول لك انا صرت مثل بابا اصلع فرحان بحاله انه انا صرت أو مثلا مثل يعني لاعب كره قدم تمام في كتير طرق ممكن تمام. أما بالنسبة للبنوتات الموضوع جدا بيأثر على صورة الجسد وعلى الثقة بالنفس وعلى التقبل الإيجابي لمرضهم أنه هي هيك ما عاد عندها مشكلة. خصيصا الشعر الطبيعي فيك تعملي فيه موديلات وتفرقيه من وين ما بدك وتساوي فيه الموديل اللي أنت كنتي تساويه قبل ما يصير عند منك هذا المرض.
بدي أقول كمان أنه بالنسبة لتقبل المرض هو جزء كتير أساسي، لأنه صحيح. الاعتراف بالمشكلة هي يعني أكبر طريق لحل المشكلة. فأحياناً أنا للأمانة بيكون مطلوب مني أنا كدكتورة نفسية بهذا المجال يقولوا لي أنت قولي لأبوه، أنت قولي لسته. الطفل ممكن تلاقيه أنت متقبل بس أمه ما عم تتقبل، أبوه ما عم يتقبل. غالباً في إحساس بالذنب عند الأهل تجاه إصابة طفلهم بهذا المرض، صحيح. مع أنه ما في أي ارتباط علمي أنه أنت عملت شيء بسبب هذا الشيء. هي لأنه هذا الشعور أنه إحنا نحاول نقدم لك الأقصى ما بيطلع بإيدنا يعني شيء. فلهيك بنتمنى الصحة والسلامة لكل الناس والشفاء لكل المرضى. خلينا نحكي عن الجانب الترفيهي بالإضافة للدعم النفسي، قديش بيدعم الدعم النفسي عند الأطفال؟ لأنه نحن عم نحكي عن فئة عمرية كتير مهمة، والأطفال قديش من خلال اللعب والترفيه فينا نخفف عنهم، يعني هو مرافق إلى جانب الدعم النفسي بشكل مستمر. هلأ الجانب الترفيهي هو جزء لا يتجزأ من الأنشطة السيكولوجية الهادفة اللي نحن عم نعملها لحتى الطفل يحس حاله أنه لسه عنده طفولة بحياته، بحق له يعيشها، بحق له يفرح، بحق له يضحك، بحق له يلعب. فهي فعلا أنا مثلا ممكن أقول له نحن عم نعمل هلأ فعالية أنه فرح ومرح، فعالية مين أسرع، فعالية أنا أقوى، بس هي كلها ياتها بنكون نحن مبرمجينا إلى أهداف سيكولوجية، صحيح. وأهداف صحيح. اجتماعية وأهداف تربوية. عن طريق اللعب فيك توصلي أي فعلياً معلومة أو رسالة. أحد صحيح. العلاجات النفسية اسمها العلاج باللعب. أحد العلاجات النفسية اللي نحن عم نستعملها بمحور الدعم النفسي بمؤسسة أليسار هي السيكودراما كمان. أنه أنا عن طريق مسرحية أو عن طريق قصة أو عن طريق مسابقات معينة أني أنا أعلم الطفل أنه أنت لسه قادر أنك تعمل شيء، أنت لسه قادر أنك أنت تنجز. هذا الشيء بيرجع بيعمل له إعادة بناء لثقته بنفسه، إعادة بناء لقدراته الكامنة، وبالتالي بيعطيه طاقة كبيرة من النفسية والأمل بحياته أنه أنا لسه فيني أعمل شيء. من الأنشطة الترفيهية نحن ممكن دائما نشرك الطفل بمثلا رسم على الوجه، أنه هو يعمل أشكال يدوية معينة وهو يحكي هاي القصة، بيمسكها مثل البابت مثل الدمى العرائس. من الأنشطة الترفيهية كمان ممكن نحن ناخذهم مثل ما عملنا مرة على حديقة الحيوان، طبعا بيكون بس الجو ألطف ومنكون ما في شمس قوية. من الأنشطة الترفيهية كمان أنه نحن مثلا ممكن كل أعضاء المؤسسة مع الأهالي مع الفريق التطوعي نطلع على منتزه معين ونحكي كل واحد شو عنده قصته، شو عنده مشكلته، نلعب سوا، نترفه سوا. من الأنشطة الترفيهية كمان يلي نحن سويناها هي أنه نحن نحاول نخلي كل طفل شو عنده منه تميز بموهبة معينة ويقدر هو يبرزها. أنا أطفالي بالمؤسسة أغلبيتهم ما شاء الله عندهم قدرات جميلة جدا بالرسم، بيضلوا بيرسمونا رسمات حلوة، بيضلوا بيعبروا عن مشاعرهم الداخلية وعن الأفكار الكامنة اللي بعقلهم الباطني وبيسقطوها على هي الرسمات. تجي انت مثلا ممكن تلاقيها رسمه عاديه، بيجي انا بساله انت مين هذا اللي بالرسمه، ممكن يقول لي هذا اللي بالرسمه هو انا بس لاكبر، معناتها كثير حلو، هو عنده منه امل وطموح انه يكبر ويعمل. طب شو هذا اللي بايده؟ هذا بايده دواء اكتشف هذا الانسان دواء لعلاج السرطان. كثير انت بس تحكي مع الطفل وتصبري معه يعني لا شعور تبعه بيفتح لك مجالات كثيره، وما بتنفتح الا عن طريق اللعب، ما بتنفتح الا عن طريق الرسم، لانه الطفل ماله مثل الراشد ممكن انت تقعديه بمكان تقولي له احكي لي عن سلوكك اليومي، احكي لي عن تجربتك الشخصيه التاريخيه. لا، انت وانت عم تلعبي معه بيجي هو بيحكي، انت وانت عم ترفهي عنه بيجي بتلاقي ترك الحديث اللي انت عم تحكيه بالقصة وصار هو بده يحكي لك عن شيء صار معه. فمن هذا الجانب انا بتم بقول لهم انه هو انتم بتشوفوه يعني انشطه ترفيهيه، لكن نحن بنكون بصراحه كثير عم نخطط لها، وبنكون حتى يعني مع الفريق التطوعي كثير عم نهتم بتفاصيل معينه، انه حتى لو مثلا ايده رشفت وهو عم بيقص الورقه ساعده ليقصها، بس اخر شيء نقول هو لحاله يلي قصها. وفي عندنا كثير تمارين نفسيه انا بستعملها، مثلا مثل التمرين من أنا هذا كتير بحبه، إنه نخليهم مثلا يرسموا إيدهم على الورقة وعند كل إصبع يكتب هو شو بيحب بحاله. مثلا أنا بحب عيوني، أنا بحب إخواتي، أنا بحب المؤسسة اللي أنا فيها، أنا بحب إنه اليوم وقت رحت الصبح إنه شفت ماما وبابا. دائما نحاول نركز على الجانب الموجود بالحياة، الابريشيشن، التقدير على الجوانب الإيجابية. هذا الشيء كتير بيدعم مسيرة الدعم النفسي لطفل السرطان. أكيد يعني أنشطة مهمة جدا ودور مهم أيضا. شكرا كتير لوجودك معنا، ونتمنى التوفيق لكل فريق مؤسسة أليسار.
شكرا لحضرتكم. بدي وجه شكر للاستاذ الدكتور علي دياب رئيس مجلس الامناء بمؤسسه اليسار يلي هو كمان مريض سرطان ويلي هو كمان قدوه كثير ناجحه لاطفالنا بمسيره العلاج ولامينه سر المؤسسه الاستاذه باسمه صافيه ولكل فريق التطوعي فريق الدعم النفسي. اكيد تحيه لكل العاملين في مؤسسه اليسار، يعني هدف نبيل عم تقوموا فيه، يعطيكم الف عافيه واكيد نتمنى الشفاء لكل المرضى. شكرا كثير لك. شكرا للاستضافه. لهون سلمى بتكون رحلتنا الصباحية وصلت للختام، والتقانا بكرة على شاشة الإخبارية بنفس التوقيت لكن بحلقة استثنائية لأهم محطات رحلتنا الصباحية خلال هالأسبوع. من هلأ لوقتها تبقوا بألف خير. أكيد نور، شكرا لك وأكيد للمشاهدين على متابعتنا. لا تنسوا تراسلونا إذا بتحبوا يكون في فقرات معينة ضمن برنامجنا الصباحي، وأكيد النهار لساته بأوله، اللي لسه ما طلع من البيت يدير باله على حاله من حرارة الطقس اليوم الذروة مثل ما ذكرنا ببداية الحلقة، يشرب مي منيح ويبعد قدر المستطاع عن الشمس. وألف مبروك لكل الناجحين، ضلوا بألف خير. باي باي. باي باي.